السلام عليكم ورحمة الله، مساء الوقت جميعا ونزورا عند رغبة أحد زملائكم، صديق مسحيمي. يعني أنا كنت فاكر إنه خلاص الأمور فلة يعني، بس في كل حالات ما في مشكلة. أنا هو طلب يعني بالنسبة للتمانين ثمانية وتسعة، أنا يعني سأسجل فيديو بالنسبة للتمانين ثمانية وتسعة. الفكرة كالآتي: بالنسبة للتمانين ثمانية وتسعة، بالنسبة للتمرين رقم ثمانية، الهدف إنه لما تكون عندك رسمات أو فيجرز غير مكتملة أو بدها رتوش، يعني لمسات كده، كيف تعمل يعني الرتوش مانيولي يعني باليد، يعني بحيث إنك تفتح الرسمة وتلعب في الداتابيز مباشرة. أوكي، فخلينا نفتح الفايل مباشرة ونشوف إيش الرسمات اللي ها شو اسمها هذه Edit Survey Figures the WG وال Database Essential 5 Survey Database. أو خلينا نشوف Edit Survey Figures Database. Edit Survey Figures Database موجودة عندي أنا هنا. Edit Survey Figure Database، بالطبع الباث وكل هاي الأمور مرتبة يعني. يعني إذا جينا إحنا هنا، بالنسبة لي أنا يعني شوف ال Line Workload Set هي Essentials، Figure Database هي Essentials. هنا الـ Working Folder هو Chapter 3. هنا لو تشوف الـ Path هتلقى عندك مثلا هنا Chapter 3. Chapter 3 بالنسبة للـ Figure Prefix Database Path و Line Workload Set Path. Okay. الفكرة كالآتي: إن هذه المباني، هذا المبنى في الأصل هما مبنيين مختلفين، يعني عندك مربع، هذا مربع وهنا مربع ثاني، مبنى يعني يعرف حدود المباني. هنا أيضا في مبنى آخر شكله غير مكتمل، وين هذا شكله غير مكتمل، فنريد أن يعني we correct it. فيكفي إنك تضغط هنا على هذا، هي by default بتطلع لك. المرة الماضية أنا ما كانت طلعت لي لأنه في مشكلة في الباث عندي في عملية الريمبورت. لما يكون الباث بالنسبة للداتابيز مو في مكانه الصح تصير لك هذه النوعية من الإشكاليات. المهم إذا ضغطت هنا مش هتضبط معك. ليش؟ لأنه لازم تفتح الداتابيز، لأنه إحنا قلنا هذه النقاط أصلا، لو تشوف أنت هذه النقاط هي متأتية. خليني أسحب هذه شوي. شفت الأيكون هنا، هي سيرفي داتابيز ما هي كوكو بوينتس، فبالتالي لازم تأخذ بعين الاعتبار مسألة إنك تفتح الداتابيز. داتابيز هي في اسينشال 5. And I will open it for edit. إذا عملت دبل كليك مش هتمشي، لازم تعمل open for edit. ملاحظة ثانية، أنا بالنسبة لي الفايل هو topo survey، بالطبع الباث صح هنا لأني أنا كنت ضبطت المسألة ربح من الوقت، فأنت لما تعمل كليك هنا يمشي معك يفتح الفايل. أوكي، النقطة الثانية، فالآن إذا هي فتحت معك you can click. فلما تيجي تعمل كليك، إذا يعني كبر شوي هنا، هذه النقاط عندك وعندك زي التول بوكس هنا بحيث انك تغير. فانت اذا كليكت على عملت كليك على 282 تظهر معاك يعني سيركل هايلايتد ان لايت بلو. نفس الشيء 282 85 دائما هذه دائره. بالطبع هنا لازم نقفل، we have to close this building, so that's why I have to go to this point and come here. تعرف كل نقطة if you click on a point هنا الـ properties يتغير. فبجي هنا على 285 بقول له I want to close this, so I close it. Now I have a closed window and I apply. Okay, now even if you open your database you will find، يعني إذا فتحت الـ database هتلقى قدام النقطة 285 هي صارت closed. الآن خلينا نروح على هذا الـ building، أعمل zoom out هذا الـ building. والسؤال ما تروح بالنسبة لهذا البندق، الفكرة كالآتي: يقول لك يو كليك بدك تصلح، ها؟ فالحل اللي أعطاه بالنسبة لهذا التمرين إنه يو كليك على هذا كله، تحذف هذه النقاط، ها؟ عفوا خليني أعمل إسكيب، يو كليك أون ذا بيلدينج، تحذف هذه النقاط، هذه النقطة، هذه النقطة، هذه النقطة، هذه اللي ما يتابع البيلدينج، تسوي البيلدينج الأول. بعدين you create a new building and you call it building 2 as a figure. Okay, manually بطريقة interactive. We will see it now. So I go to يعني my
figure is selected. I go to the survey figure properties, and I go one by one. This one I need it. This one I need it. This one I need it. This one I have to delete it. So I delete it. Okay. This one also I have to delete it. So I go to the cross mark, the red one. Now I have to delete also this one because it is related to the second building. Okay. What I have now? 286, 87, 92, 93. جميل جدا. الآن عندي البيلدينج يعني أموره تمام. I can apply. It is a closed building. أموره تمام فل الفل. خلاص انتهينا منه. هذا المبنى الأول. بالنسبة للمبنى الثاني, I have to create a new figure. So I go to figure. Where exactly now? Here. Okay. Create a figure in an interactive way. Create a figure interactively. Okay. في هذه المكان هنا بيعطيك ال 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 شو اسمها يعني لما تعمل edit figures بيعطيك كل المعلومات على الفيجرز اللي عندك. أما هنا عندك الأكسس لل أيضا عندك أكسس إضافي إنك تشوف تعمل creation. I would create a new building. I would call it building 2, BLD 2. Okay. I make okay. فالآن بيطلب منك بما أنه interactive, pick the points. I will pick this point. I zoom. Take the second one. I zoom out with the ruler. This one. This one. I confirm. Enter. Okay. And في هذه في هذا المكان I close. طبعا ممكن في التمرين يكون مختلف شوي بس أنا أخذت so هنا where here yeah okay, I close it. هذا ببساطة الفكرة من التمرين. هذه ببساطة فكرة التمرين. طبعا إذا عندك building آخر مثلا هذا building فيه إشكالية, you can click, you can edit the figure, you can come. أنت بدك هذه النقطة تضيفها مثلا, تشوف رقمها كم وتضيف. So you can insert a point, add. هنا point can this how to do it yeah, this one okay اللي هي رقم 302. خلاص صار عندي هذا ايضا مرو فلة الفل. هذه الفكرة بكل بساطة. صار عندنا مبنى هذا, كل هذه المباني تسوت صح, لانه في بعض الاحيان يعني المساح سيرفير يعمل اخطاء, فانت لازم تتوخى الحذر في هذه المساله. هذه نهايه التمرين 8, اظن كده هذا هو الهدف من التمرين 8. So you save, if you save everything will be okay. بالطبع انا بالنسبه لهذا البيلدينج انا اضفتها من عندي العمليه لاني ما هي مطلوبه فقط, ومطلوب انك تصلح هذا وتعمل هذا فقط. هذه فقط انا اضفتها to show you how to insert a point فقط, بحيث انه تكون الفكره متكامله عندكم اصدقائي الحلوين. الآن بالنسبة لهذا 8 the top that يعني notice that is missing. Okay. Okay. So we close it. هذا بالنسبة لتمرين 8 الكلام اللي قلناه how to create building 2 etc etc. الآن and we save and close. We save and close. And go to the next exercise, which is exercise number 9. Okay, guys.